يا صباح الخير لكل الأشخاص يلي قرروا يبدوا صباحهم معنا ببداية هذا الأسبوع، على أمل يحمل هذا النهار كل الخير والرزق والبركة لكم. يسعد لي صباحك يا مشتاق. يسعد صباحك نور، اشتقنا لك. وأنا اشتقت لكم. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تشوفونا على شاشة سما الفضائية. يعني بداية أسبوع جديد، إن شاء الله يا رب هالأسبوع بيحملكم أخبار حلوة، تشوفوا أشخاص أنتوا كنتوا تتمنوا تشوفوهم من زمان واشتقتوا لهم. نحن كمان اشتقنا لكم بهي العطلة، واليوم في حلقة مليانة بالفقرات والتقارير المنوعة. وبالبداية حابين نحكي أنا ونور يعني هيك عن فكرة صغيرة، فكرة التعامل مع الأشخاص الآخرين. هي القصة هي بحد ذاتها فن، ومن أهم أسسها هي النظر للأشياء بعيون الأشخاص يلي مقابلنا. فوقتا نحن منشوف الأمور من وجهة نظرهم، فهذا الشيء بيكون مفتاح لأنه نحن نساير العالم يلي حوالينا، وهو مبدأ بينطبق على كل الأشياء يلي نحن ممكن نعملها بحياتنا وبعلاقاتنا طبعا. فإذا أنت كنت رايد أن تكون علاقتك ناجحة مع أسرتك، مع شريك حياتك، أو حتى مع أصدقائك، شوف الأمور من وجهة نظرهم مو من وجهة نظرك أنت. تماماً يا مشلين، لهيك لابد أنه أنت تطلع وتخرج من ذاتك وتبدأ بالتفكير انطلاقاً من مصالح الآخرين. وبمجرد أنه أنت تبدأ بهذا الشيء وبهذا الإجراء، إجراء حوار مفتوح، لا تفكر فيه بنفسك فقط، فكر باحتياجات الآخرين، احتياجات الشخص المقابل، ورح تشوف النتيجة رائعة، ورح تنخفض نسبة المشاكل بشكل كبير، ورح تبدأ أكثر تفاهماً مع محيطك، ورح تشوف أنك حققت قاعدة عامل الناس كما تحب أن تعامل. صباح الخير، مليانة بالعناوين اللي بتهم كل أفراد الأسرة، ولكن شو هي أبرز عناوين حلقتنا لليوم؟ خلونا نعرف. كيف نحول الإسمنت إلى أعمال فنية وأدوات منزلية مفيدة؟ إنه أنا ما بدي استسلم، لا أنا بدي حارب هذا المرض. حاربت السرطان بإتقان الرقص مع الوقت. وما هي أفضل الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها عند الإصابة بنزلة البرد؟ أما ضمن فقرتنا الطبية لليوم فرح نحكي عن شد الوجه الجراحي وشد الوجه بالخيوط، وهي عبارة عن طريقة حديثة للتجميل. كيف تجعل هواياتك مصدراً للدخل وتحول الهواية لمهنة؟ وأخيراً، لماذا نحب مشاهدة الأفلام الحزينة رغم أحداثها المأساوية؟ العديد من الأخبار يلي عم تدور يومياً حول العالم العربي والغربي، وبدورنا نحن نختار أبرزها. وشو معنا لليوم؟ رح نبدأ من عندك يا مشلين. أكيد نور، رح نبدأ من الوطن العربي ومن فلسطين تحديداً. رجل عم بيحافظ على موروث صناعة السيوف، وكمان رح نحكي عن شاب عم بيحول غرفته لمتحف للمقتنيات النادرة. تماماً. وبالمدينة العتيقة تحمي الصناعات التراثية بتونس، واختبار دوامة جليدية لجذب السياح باليابان، هي العناوين، أما التفاصيل بالتقرير التالي.
اليابان، اختبار دوامة جليدية فوق بحيرة متجمدة على أمل أنه تصير نقطة جذب شتوية للسياح مستقبلا. وهلأ صار الوقت نصبح على الشيف تهامة لحتى نعرف شو محضرت لنا طبق لليوم. صباح الخير شيف. يا صباح النور. يسعد صباحك يا شيف. يسعد لي صباحك. شو محضرت لنا طبق لليوم؟ اليوم عملت لكم بوتي فور. على طلب مين؟ طلب مشلين صراحه. لانه يوم الخميس قالت لي انه بليز شيف الك زمان ما عملتينا، وانا جا عبالي بيتي فور. قلت لها خلص تكلمي. عن جد بالبيت يعني بتحسي هيك انه طعمته غير شكل. عن جد لانه كنا اكل قبل، عفوا كنا اكل سكري جوعانه، كنا قبل ناكل بيتي فور عن جد كثير يكون طيب. هلا قليل رح نلاقي بالسوق. هلا اكيد لانه المواد حتى كلياتها غليت، وقد ينجوا يعملوا هيك حتكون الاسعار كثير يعني صح. بصراحه زياده، بقى لهيك عم يخففوا بالمواد، لهيك عم تحسي وقت عم تجي تاكلي يعني ممكن الضرس يطلع من مكانه. تمام يعني نحن كمان رح ننضم لك لناخذ منك طريقه التحضير والمقادير. بانتظاركم. شكرا شيف. يعني للاسف عم نشوف هلا بهي الايام نور ما في حدا عم يسلم صح. من الجريب من الرشح، يعني موجه من المرض عم تكون كثير قويه نتيجه يمكن البرد يلي ما لنا متعودين عليه والشتويه القاسيه اللي فجاه طلعت. ولا لا شك يعني ابدا انه في ناس ما بتحب انه هي تاخذ ادويه، بتقول لك انه انا بعمل شو ما كان اي طريقه مهم انه انا ما اخذ دواء. يعني ممكن اخر الطب الكي منحاول نقوم بعض الإجراءات بعدين نبلش بالأدوية. لهيك بالتقرير رح نعرفكم على بعض الأطعمة والمشروبات يلي ممكن تساعدكم بالشفاء من الزكام بأسرع وقت ممكن. في موسم الشتاء بيعاني كتير أشخاص من مشكلة صحية أساسية هي الزكام. في أشخاص بتستمر عندهم هاي الحالة طوال الطقس البارد، وأشخاص تانيين بتصيبهم مرة واحدة. وأكيد إنه الشوربة أهم أكلة وقت منصاب بالزكام، ولكن في كتير من الأغذية اللي بتحتوي على فيتامينات بيحتاجها الجسم وقت بيضعف. وبالرغم إنه وقت الزكام بيفقد المريض الشهية بسبب فقدان الشم والتذوق، إلا أنه تناول الأغذية الصحية بتساعد أنه يشفى بشكل أسرع وبتزيد عدد خلايا الدم البيضاء عنده. وضمن قائمة هالأغذية مرقة الدجاج، فبقايا العظام من هالمرقة تحتوي على الكولاجين يلي بيساعد على رفع مناعة الجسم، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية يلي بتمنع حدوث الالتهابات. أيضاً الزبادي أو اللبن هي مصدر طبيعي للبروبيوتيك يلي هي بكتيريا المعدة الصحية، وبتأكد الدراسات بأنه حالة المعدة الصحية مرتبطة برفع مستوى المناعة والنوم الصحي والهضم الجيد. الأسماك الدهنية كمان بتقوي المناعة مثل السالمون والتونة، فهي بتحتوي على أحماض أوميغا 3 يلي بتسيطر على التهابات الجسم. ومثل ما معروف كمان الثوم أيضاً عامل مهم بيحتوي على مركب بيساعد في محاربة الالتهابات والبكتيريا. أما الكركم بيحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة والعناصر المكافحة للالتهابات. وخلال فترة الزكام لازم كمان نكثر من شرب المي، لأنها بتساعد على تنظيف الجسم من المواد السامة وبتصفي الممرات الهوائية لنشعر بالراحة أكثر. ومن الشغلات الأساسية الموجودة بكل بيت الزنجبيل يلي بيساعد على التخلص من البلغم وتخفيف أعراض الرشح. ولأنه ما في علاج جذري بخفف فترة الزكام، لازم نتبع شوية حمية مع الانتباه على أمور طبيعية لنشفى بسرعة، مثل نحاول نخفف من التهاب الحلق بالغرغرة بالمحلول الملحي، ويمكن التخفيف من احتقان الأنف عن طريق استخدام قطرات وبخاخات الأنف يلي بتحتوي على المحاليل الملحية. ومع اتباع هالإجراءات يلي خبرناكم عنها أكيد رح نخفف أعراض الزكام ونتخلص منه بوقت قليل. كلنا منشتغل بمجالات مختلفة، والبعض للأسف
ما بيستمتع بعمله، والسبب بقائه فيه بيكون دائما الراتب يلي عم يتقضى لاخر الشهر. على عكس الانسان يلي بيشتغل بالمهنه والحرفه يلي بحبها وبيسهر الليالي وهو عم يرسم ينحت يخيط الى اخره ليحقق الموهبه يلي هو بده اياها. لهيك بيقولوا نور اذا قدرت تحول هوايتك لمصدر دخل وعمل تجاري رح توصل للسعاده والراحه بالاستمرار فيه من دون اي كلل او حتى ملل. ولكن يا ترى كيف فينا نحقق هذا الشيء؟ رح نعرف مع ضيفنا الدكتور توني المعلم، مدرب مهارات متعدده وحاصل على دكتوراه فخريه بالتنميه المستدامه. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. صباحك اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن شيء كثير مهم بوقتنا الحالي. صحيح، صرنا منحاول ندور على العمل يلي بيجيب لنا مردود مادي كبير لاخر الشهر واضافي بعيد عن بظن المهنه او الشهاده الدراسيه او التحصيل العلمي يلي نحن قمنا فيه او درسنا او تعبنا فيه، وممكن بعيد عن الموهبه عن الاشياء اللي نحن بنحبها. حال عندي شيء انا حابه نميه طوره وخليه هاي الموهبه هي مصدر رزق لحتى انا نمي وطور هذا الشيء اللي انا بدي اياه، في حال كانت متوافرة هي الشروط، أنا شو لازم أعمل لحتى طورها، لحتى مارسها، لحتى حققها على أرض الواقع وأدخل فيها وأحس أني أنا حققت شيء؟ Thank you. سؤال ذكي، سؤال حلو، سؤال إيجابي، والطرح بشكل عام بالفعل مهم. هلأ شروط، هي ما في شروط، لأنه أنا بشوف أنه الكلياتنا الله سبحان الله بيعطينا gift، بيعطينا موهبة كاملة داخلنا ما بنستثمر او بجوز نحن ما بنعرفها اساسا. صحيح، يا بنعرفها باي تشانس بالصدفه او حدا من اقاربنا اهلنا بيحتك معنا بينتبه علينا، لفت نظرنا عليها. تمام، صفى نحن قرار بايدنا انه نحن نفعل اكزاكتلي نفعل. هل الاول شيء هي رغبه موهبه نحولها ونشتغل عليها وفيما بعد نستثمرها بشيء مثل ما ذكرتوا حضراتكم بالبدايه انه استثمره ويرجع لي بمردود ولو شيء اضافي يسندني بهالحياه والمعيشه، هذا الشيء كثير مهم. تمام، طيب دكتور توني، بنلاقي انه في الكثير من الاشخاص وخاصه بفتره الازمه يعني لقوا دخل او مصدر دخل ثاني، وفي منهم لا، سيدات بيوت حبوا انه هن يعاونوا ازواجهم افراد اسرتهم بانه يقدموا شيء وعملوا شغلات مثل الهاند ميد، مثل تفاصيل صغيره على السوشيال ميديا كنا عم نشوفها. شفنا في كثير اشخاص نجحوا، تجارب رائعه فينا نعتبرها ناجحه بامتياز، وفي عالم يعني ابدا ما نجحوا او ما تم يعني تسليط الضوء عليهم بشكل مناسب. هل فينا نقول عامل الوقت هو له علاقه بهذا الشيء؟ اختيار للوقت المناسب بانه انا ورجي موهبه اللي عندي واقلبها كعمل؟ هلا بالحقيقه دوما الان احسن من بكره. فهو معنى مع احترامي للسؤال حضرتك، بس هو ما بيتعلق بالوقت، هو بيتعلق بقرار، والقرار هذا بالتالي له حيثيات. يعني انا اليوم بدي حد، انا ما انتبهت، لنقول نحن عارفين انه عندي هالموهبه هاي، يمكن شيء بيتعلق بشيء الكترونيك، يمكن شيء مهاره مهنيه، يمكن اي شيء. تمام، بدي اشتغل عليها من خلال اني انا بدي احول هالرغبه والموهبه لشو بالنهايه؟ لمهارة، لا بالأخير توصلني لشغل عمل. طيب أنا كيف بدي أوصل للمرحلة هاي؟ مهارة موهبة لوحدة ما بتكفي، صح. تمام، بدي أسقلها، بدي أعمل شيء اسمه تريننج، تدريب عليها، يمكن أضطر روح على مركز تخصصي يساعدني فيها. إيشو عليه؟ مو غلط أني أنا مثلاً عندي يعني موهبة بشيء مهني، طيب خليني أنزل على الأرض ولو سكيزمي بدي أشتغل بشكل مجاني فترة، معلش عم بتعلم. تماما، انا عم بستفيد، عم بكسب خبره لحتى اوقف على رجلي تماما بدي فوت. فهي موضوع الوقت، انا بشوف دوما اليوم احسن من بكره. بلش، بس اعرف كيف بلش. اعرف كيف بلش هو قرار، وانا بنصح دوما انه لما انا متخذ هذا القرار بحط بلان، مش بلان، اكشن بلان، يعني خطه عملانيه بحيث اني انا بطلع من هون ووصل لهون. استراتيجي، واستراتيجي صغيره، مش لونج تيرم، لا على الشورت تيرم، يعني على المدى القصير. تمام، من خلال شو؟ مثل ما ذكرت لحضراتكم، اعمل تدريب عملي،
استفيد من اللي هن اوريدي فاتحين هاي المهنه تمام، واشتغلها، يمكن اشتغلها بارت تايم، يمكن اشتغلها فول تايم، حسب انا شو بيناسبني. هلا نحن عم نقول انه اذا فينا بدنا شيء اضافي يعطيني ادد فاليو، يعطيني شيء اكسترا، معلش اشتغل بارت تايم. واليوم البيئه خصبة انه في عندك مثلا قطاع عمل هو بيطلب منك بارت تايم، والموضوع ايجابي للطرفين، اوفر صحيح. للطرفين اذا نفيد واستفيد. اذا انا حافظت على عملي، مشيت اموري، يا اخي رجعت ريحت تابعت اموري الى اخره، وفيما بعد طلعت لاشتغل بهي الوظيفه اللي انا استثمرتها سابقا. حرام تكون كامله جواتها عندي موجوده يا اخي، مستثمرها ليش تاركها موجوده؟ يعني امتى بدي ضل منيمها انا؟ صح صحيح. بعدين موضوع اكثر من موضوع استفاده ماديه، انا بشوفه هو موضوع معنوي. معنوي بيغذيني نفسيا، بيعطيني طاقه، بيعطيني حيويه. تمام، يعني بالرغم من التعب يلي ممكن تعبانه كل نهار او بثمان ساعات بالشركه تمام. الاولى، الا انه هي بتحس نوع من التفريغ اكثر ما هي مهنه، وبالتالي عم تعطيك مردود. في تفريغ التعب، تعبئه الطاقه. تماما. طاقه معنويه، لانه انت اليوم بس تشتغلي حضرتك شيء بتحبيه بتستمتعي فيه، بتأبدعي فيه. تماما، رح نعطيه من قلبنا لأي شيء ممكن نحن عم نكون فيه 100%. ممكن بعض الأشخاص يلي عم يحضرونا إنه بالهم في فكرة، في موهبة معينة ممكن هن يستثمروها لحتى تنتج لهم شيء، ولكن الخطوات اللي لازم يقوموا فيها، الدراسة اللي لازم يعملوها ما بيعرفوا شو هي. خبرنا بعض الخطوات لحتى ندرس الموهبة أو المهنة اللي حابينها وبنحبها بطريقة صحيحة وسليمة، وتعطينا الشيء الصحيح على أرض الواقع. أوكي خلينا نبسط الأمور. تمام. طيب، راح أول سيناريو راح نقول هو ما بيعرف، يعني في شيء جوا، مثلا مغني بتلاقي بيدندم ومنتبهوا عليه مين؟ رفقاته وعائلته. تماما، فبيقولوا لك والله صوتك حلو، ليش ما بس لما بتقوم عرفتي كيف؟ بعد شوي بتصير إيه والله بيعملها الشغل لإله. تمام، فهذا أول سيناريو، هو ما بيعرف بس في شيء جوا. الثاني لا، بيعرف إنه أنا عندي مهارة، يمكن اشتغل أنا قوي كتير، بحبش كتير، بعمل سيرش على مواقع الإنترنت، أنا قوي بالتسويق مثلاً. أوكي، بغض النظر إذا كنت أوريدي عم تشتغل بشغلك ضمن هالموهبة هاي أو قريب منها أو لا. تمام. طيب ليش بسطة؟ ما بدها القصة كتير، بس إنه اشتغل على حالة، خذ قرارك. أول شيء سوق لنفسك. إذا أنا بشوف الحقيقة هو التسويق العامل الرئيسي جدا. تماما، هو السوشيال ميديا عم تلعب دور كبير. واحد، سوق لنفسك بمعنى من جوا لجوا، إنه ليه أنا بدي أقنع حالي، إيه ليش لا بقدر أعملها، وبقدر أشتغل شغلة تانية، وبقدر أقوم، وبقدر أحتك بوسط آخر. تمام، وبقدر سوق. عم بطرح مثال صغير بموضوع تسويق مثلا حاليا، ونفسه بينطرح على الكل. يمكن هون تدريب اكثر، يمكن هون تدريب عملي اكثر. اوكي، بس بالنهايه تدريب، اهتمام، تسويق، ومن ثم تسويق، ومن ثم تسويق، من الاول للاخير. اول شيء تسويق لنفسي، بمعنى اني اقنع حالي ونزل بالعقل اللاواعي، برفع ثقتي بنفسي تماما، انه انا اي كان دو ات وراح اعملها. تمام. الثاني، التسويق الخارجي، وهذا اللي بيعني لي، مشان اطرحها للسوق العمليه وبلش استثمرها. تمام، معلش يمكن بدايه تعطيني مردود صغير، طيب بس يا اخي هي نبته انت عم تزرعها، ما راح تعطيني ثمار من الفتره القصيره. اكيد بدها وقت. طيب ما انت اوريدي عم تشتغل، مشي امورك. تمام، زرعها النبته كل يوم، واحسن ما اقضيها والله اوف ودايخ لنا وقت وفراغ وضيق. طيب خلينا نعمل اللي علينا والباقي على الله. اكيد. طيب، مثل ما ذكرنا بالمقدمه دكتور، انه في الكثير من الاشخاص بيكونوا هن عم يشتغلوا بس كرمال يقبضوا راتب اخر الشهر، يعني هن ما هن سعيدين بالمهنه يلي عم بيمارسوها. صحيح. ولكن بالمقابل مثل ما ذكرت قبل شوي، انه في اشخاص بيكونوا عم بيمارسوا مهنه هن بحبوها وممكن يعملوا منها عمل اضافي ببيتهم، او ينموا هي الموهبه اللي هن عم يمارسوها بعملهم الاساسي بمطرح اخر، بمطرح ثاني. هل هذا الشيء ممكن يضر العمل الاساسي الشركة الأساسية؟ هل ممكن أنا أزعج أصحاب الشركة، إدارتي، ولا لا منفصل هذا الشيء عن بعضه؟ هلا مدام جتين هون بده يكون في تنسيق مع إدارته، لأنه ممكن صحيح إنه ينعكس سلبا، يعني لأنه مش أي إدارة تتقبل اكزاكتلي إنه والله يشتغل بنفس المجال برا، لأنه ممكن يعتبروها هي تنافس لإلهم. صحيح. تماما. وفي إدارات يا أخي طيب ما أنا قادرة توفر له
الباكيج المهم يعني قوية كتير، طيب بدها تساير تتغاضى عن الموضوع تماما، بدنا نساير، بدنا نغير هالكالتشر شوي، معلش بدنا نتغاضى شوي، انه بس بالاتفاق بده يتمشي بالاتفاق اكيد، انه انت بهالمطرح هذا طيب ماشي الحال ما يأثر علينا، اوكي يا اخي الله يرزقك وتمشي الامور شو عليه. اذا هذا الموضوع بده يتم اكيد بالتنسيق، اوكي. مع العلم اني انا بشوف بالاخير يضل هو عم يتابع هالموهبه، لانه سبحان الله دوما الشغل اللي انت بتحبيه بتبدعي فيه. صحيح. يعني ولو واجهته ظروف صعبه ماشي يجمدها شوي، بس ما ينساه على الاقل يفعل جواته، على الاقل يقرا عنا، دوما يشوف الاشياء الجديده بتتعلق فيها. تمام، لحتى تضل موجوده، بس مش موجوده ناي يعني مجمده، لا هي على ستاند باي، هي على ستاند باي. اليوم معلش ما قدرت نسق مع الشركه بحيث اني فعلها، بكرة احلى يجوز اقدر فعلها. صحيح 100%. تمام. خبرتنا على نقطه كثير مهمه، انه ممكن ببدايه اي مشروع او اي شيء نحن حابينه بدنا نكون فيه في صعوبات. صحيح. شو ابرز الصعوبات اللي ممكن نمر فيها تحسسنا انه انا خلص انا شكرا ما رح ينجح معي هذا المشروع، فخليني كمل بشغلي الاساسي وما بلا ما فوت وجع راسي وحس بالاحباط واشعر بالاكتئاب واقول انه الدنيا وقفت. حضرتك شو رايك مدام نور؟ انا رايي انه لازم تابع ميزانية. لازم تابع يعني ميزانية. رغم كل الظروف الصعبه يعني الا ما تجي الفرصه والما رايك بيهمني اكيد والكل. الصراحه هي اكثر عائق هو العائق المادي. في مواهب لحول لمصلحه لحول العمل تتطلب ميزانيه. صحيح. تمام، في ميزانيه عاليه في ميزانيه اقل، ولكن مثل ما قلتي حضرتك بالنهايه بدي اشتغل عليها. هلا في مواهب انا ممكن مثل ما ذكرت موضوع التسويق، اليوم صارت الحياه على طريق السوشيال ميديا والانترنت كثير سهله وسريعه وفيها افاق، ففي مواقع مجانيه يعني انا ممكن يعني قصدك الانتشار فيها سهل لحتى انا اوصل للمبتغى وما بدها ميزانيه كثير يعني. اما في مواهب هي مهنه يعني لنفترض شيء بتعلق بنجاره بالحداده الى اخره، هو المهن بده راس مال معين. طيب اوكي فاين، انا ماني قادر اني اعطي راس مال، طب خليني انزل ساعد ورشه الفلانيه واتفق مع الورشه انه انا بهمني اشتغل معكم ساعتين مثلا ثلاثه حلوين، خليت عم اشتغل فعلت هالموهبه تبعي واسترزقنا شو علي. تمام. اذا ماني قادر اعطي ميزانيه شوي شوي، ما بتعرفي كيف الامور، على الاقل واحد يتحرك يعني بالبدايه، ما ضروري نكون نحن دغري المانجر، فينا شوي خطوه خطوه نطلع على السلم 100%. هذا اللي شوي. عم بدي اقوله ايه، انه ما بدي دوما افكر لفوق، طب انت بتوقع خلينا نفوت، ما انت واحده واحده. وبالنهايه مثل ما ذكرنا هو ما انه عمل اساسي، يعني نحن عم نحكي عن 100%. العمل الاضافي اللي ممكن يجيب لك مبلغ ولو صغير بالبدايات. صحيح. بعينك على ظروف صعبة اللي كلياتنا أكيد عم نمرق فيها. نشكرك كثير دكتور، أهلا وسهلا فيك، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. يشكركم لكم، ودوما أنا بنصح شبيبتنا يفعلوا هالمواهب الكامنة عندهم، وبنصح بعد الأهل والأقارب والأصدقاء نتعاون بهذا الموضوع ونشجعهم ونذكرهم أنه أنت عندك هالموهبة، ليش ما بتستثمرها وبتفعلها تماما، وبالتوفيق للجميع يا رب. امين يا رب. شكرا كثير لك، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك معنا اليوم دكتور. ثانك يو. اما هلا ورح نروح لعند الشيف تهامه لحتى نشوف تفاصيل البتيفور وكيف بصير. يا صباح الخير، يا رب اليوم تكونوا كلكم بخير وكلكم دافيانين بهالبردات. اليوم اجى على بالي فكره، غير انه مشلين كمان اقترحت عليك، شو رايكم نستبدل علبه البيتي فور اللي دائما بنحط فيها اغراض الخياطه، نستبدلها عن جد ببيتي فور هالمره ونعطي نفس الطعمه اللي نحن كنا ايام زمان ناكلها، وعن جد اتبعي معي نفس الطريقه مثل ما انا رح اعمل بالتفصيل، وعن جد حتحصلي على اطيب نتيجه، اطيب نكهه واحسن نتيجه، وغير هيك بتكلفه كثير 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 بسيطه. دائما نحن بدنا نشرب فنجان القهوه، دائما بنعمل انه عبالنا ناكل شيء، ما عم نلاقي شيء طيب بالسوق، حتى البسكوت اللي كنا نشتري ايام زمان تغير، فما ببالكم البيتي فور. اليوم رح اعمل لكم البيتي فور مثل ما قلت لكم. هلا اول شيء خليني اعرفكم عن المقادير البسيطه جدا والسهله وموجوده باي بيت. هون رح احتاج تقريبا 3 ارباع قالب الزبده، انا لازم هو يكون بحراره الغرفه اللي انتم طالعينه، انا اذا بخليه من هون لخمس ايام حيضل مجمد بقى، لهيك انا شوي ذوبته على الميكروويف. هون حاحتاج صفار بيضه وبيضه كامله،
يعني هاي انا بس عايمه منها البياض، هاحتاج تقريبا 125 جرام سكر يعني ما يقارب ثلثين الكاسه. انا دائما بسهلكم يعني بعطيكم بالجرامات وبالكاسه. هون هاحتاج برشه برتقانه، برشه ليمونه ما عندي اي مشكله. هون هاحتاج عندي ظرف فانيليا، وهون يا يعني شوفوا يا دوب رشه ملح، ما بدي اكثر من هيك. هون هاحتاج 250 جرام طحين، يعني بالضبط بالضبط كاسه وثلاث ارباع. هاي سهلت لكم اياها وكثير كثير سهله، واهم شيء يكون عندنا عجانه لانه على الايد ما رح يمشي الحال، واهم شيء يكون في كهرباء. هلا اول شيء انا شو رح اعمل هون، رح اخلط عندي، نجيب معلقه
شغله ممكن بالفنجان باي شيء، هاي الشغله كثير سهله لانه هي اساسا العجينه كثير لينه وكثير طريه يا صبايا وكثير سهله. يعني اي شيء بتلاقيه عندك بالبيت شغال، كله شغال. دائما نسهل لستات البيوت مشان يتشجعوا ويقوموا يعملوا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. تناولت دراسة بريطانية جديدة نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية الآثار الإيجابية لمن يمارس التمارين الرياضية قبل وجبة الإفطار. ورأت الدراسة أنه الرياضة عند الصباح الباكر ممكن تكون مفيدة جداً لوظائف القلب والشرايين. وكمان ذكرت الدراسة نور أنه الرجال يلي بيمارسوا التمارين الرياضية الصباحية قبل ما يتناولوا وجبة الفطور انخفض عندهم نسبة الدهون أو الشحوم الثلاثية والكوليسترول بالدم. يسعد أوقاتكم مشاهدينا، معكم كوتش راما من شمس أكاديمي. حكيت بفقرة ماضية عن رياضة الحوامل، اليوم الفقرة حتكون عن الشغلات اللي بتصير بعد الولادة واللي هي الانفصال العضلي. رح نشتغل أول شيء إحماء مع بعض، بعدين رح نشتغل تمرين. 1 2 3 4 5 6 7 8 خلينا نعمل احماء شوي للمنطقه. 1 2 3 4 5 6 7 8 switch. 1 2 شاد معتي. 3 4 5 6 7 8 رح ننزل. فينا نستخدم بالبيت مخدة أو طابة تكون شوي طرية. رح ننزل. أول تمرين بدي أضغط بإيدي على الطابة أو على المخدة، نحس بمعدتي. 1 2 مع نفس. 3 4 5 6 7 8 بفش لورا. 1 2 3 مع نفس. 4 5 6 7 8 رح وقف هون، رح أعمل تاتش خفيف. 1 2 وأنا شادة على الطابة. 3 4 5 6 7 8 رح نعمل يمين يسار. 1 2 لشد لحتى خلي التمرين أصعب. يدي لورا. 4 5 6 7 8 برجع من دون لقدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 بريح برجع تمرين لقدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 برجع بريح بهذا الشكل، بعمل بريتش شوي شوي. 1 2 3 4 5 6
7 8 اطلب لعندي بعمل ستريتش ولو 30 ثانية نفس 30 ثانية راحة. في شغلة بس بدي نوه عنها يلي هي دائما أنا بهي التمارين لا بدي أعمل سني لقدام بالجزع ولا لورا، ممنوعة هي التمارين خاصة يلي بيعانوا من الانفصال العضلي، أنا ما بدي لا أعمل جزعي لقدام ولا لورا أبدا. وكل شيء فيه تمارين التويست للخواصر هي كمان ما بعملها. رح ناخذ هلا شوي ولو 10 ثواني ستريتش راحة بهذا الشكل. نهاركم سعيد، بتمنى لكم نهار حلو. صباح الخيرات عن جديد لكل اللي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية. كتير قصص صعبة صارت اليوم أسهل بكتير، مثل المشاريع تبع الهاند ميد اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي بفقرتنا، وساعدت كتير من الناس بأنه هنن يشقوا طريق رزقهم بشكل أريح. والأجمل من هيك أنه فكرة الهاند ميد فكرة يدوية بلشوا فيها بعض الأشخاص، عبارة عن هواية أو موهبة هنن عندهم إياها، حتى صارت اليوم منتشرة بين الناس وإلى أنواع كثيرة منها هاند ميد الإسمنت يلي يمكن قليل سمعتوا عنها. رح نعرف أكثر تفاصيل عن هالفن مع ضيفتنا خبيرة الأعمال اليدوية غالية الحموي. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. أهلا عم نحكي عن الهاند ميد او شيء بخص الاسمنت، يعني ممكن نحن متعودين اكسسوار، ممكن حياكه الثياب، الصوف، الكروشيه، الكثير من القصص الثانيه، وكان في لنا لقاءات معك كمان بقصص مختلفه تماما. اليوم عم نحكي عن الهاند ميد يلي بخص الاسمنت، خبرينا اكثر عنه. هلا بالنسبة للإسمنت، هو يعني اخترنا نكون مادة إسمنتية إنه هي مادة صلبة، فأنا بدي طلع منها جمالية، فاخترناها لأنه بصراحة هي لسه ما لها مطروقة كتير هون وكذا، فلقيتها إنه فكرة ليش ما حاول إنه نطلع منه قطعة لذيذة تكون موجودة بالبيت. ومن هون انطلقنا هاند ميد للإسمنت وبلشنا من شغلات كتير بسيطة من جوا البيت. أوكي. تمام. طيب نحن عم نشوف تفاصيل كتيرة هون موجودة معنا على الطاولة من شغل حضرتك، كله من الإسمنت، يعني أنا بتخيل يلي بيشوفها ما بتخيل إنه المواد الأساسية تبعها هي إسمنت. صح، بتخيل مثلاً فخار، ما بعرف يعني هيك شيء قريب للفخار. أكثر ممكن يفكروها جبصين. جبصين تماماً أو فخار. تمام. طيب خلينا نحكي كيف أساساً عم تشتغلي هدول القطع. هلا بالنسبة لنا طبعاً الإسمنت هي المادة الأساسية بالنسبة لي. أوكي. وقبل ما أجيب الإسمنت لازم يكون مجهزة القالب تبعه. أوكي. تمام. فالقالب أول فترة يعني وقت باشرنا أنا وبنت خالي باشرنا بقالب كل شيء من شغل البيت. تمام. أنتوا عاملين القالب؟ إيه تماماً. أوكي. يعني مثلاً قبل ما أكبه للقالب بكون أنا مستعملته. أوكي. بعدين بلشت عندي هلأ بهالفترة بتعرفي مشان قطع الكهرباء وهدول القصص، فبلشنا نحاول لقالب سيليكون. طورت انه يكون عندي قالب سيليكون مشان انا خفف علي شويه شغل ما بعد الصب. اوكي. لانه كله بيحتاج كهرباء، فانا بهي الفتره قلت لحالي لا بنجيب قالب السيليكون فبيخفف علي هي القصة. وحتى قالب السيليكون يمكن استخدامه كذا مره، صح؟ طبعاً. مع انه بنكبه بعد اول استخدام. لا لا لا، بيستخدم لكذا مره وما في مشكله عليه ابدا، بس هو بيطلع القطعه مصقوله وناعمه يعني ومرسومة، وإذا كان في تفاصيل المحطوط مثلا موجودة فيها نحن عم نشوفها على قطعة الإسمنت. طبعا ما بحاجة نحن نحفر أو نزخرف. مزبوط. أو نعمل هالقصص. مزبوط هذا الحكي، بس ضليتني محدودة، يعني بضلني أنا ما بستغني عن قوالب اللي أنا بخترعها لأنه بيضل في عندي فن. إلا نكهة ثانية. إلا نكهة ثانية، لأنه أنا هون انحديت بهذا القالب بالأشكال المعينة وبالشكل الموجود. صحيح. تمام. طيب عم نشوف قدامنا الصدفة. طيب كيف شكلنا هذا القالب او القالب موجود من السيليكون؟ هو اساسا هو موجود من السيليكون. طيب كيف كسرنا وعملنا هذا الميكس بالالوان؟ بالالوان. هلا نحن لما بنعمل الخلطه فانا بخلط
في عندي نوعين من الخلطة، خلطة الإسمنت الأساسية اللي هي بتكون مع الرمل، وبكون في عندي كاسة تانية اللي بحط فيها اللون. تمام؟ فاللون ممكن ننزل اللون، أول شيء بنزل الإسمنت الأبيض مثلاً لأنه هاي لونه أبيض. بعدين بلش ننزل الملون وبلش مرقه، ممكن بالستيك، أي شيء ستيك رفيع بلش مرقه، فبيعطيني هاي التموج. بيشبه شيء الرسم على المي، تماماً. عم بتخيل هيك انت وعم ممكن. تحكي يعني رسم على المي، كيف نحن بندمج ما بين لون المي اللي هو موجود او الشفاف ما بين الالوان هذا اللي بنستعملها. ينزل هيك، وفي عندي اللون الثاني يعني ممكن نزله بيور نقط معينه وارجع مرقه فيها، فهذا اللي بيطلع هاي المشحه لهالدرجه. بس انه شغله الهاند ميد ما بتزبط المشحه مثل المشحه الثانيه يعني. اوكي تمام، هي ما فينا نقدر نعمل. تمام. طيب ست غاليه، فينا نقول انه اي شخص هو حابب انه يشتغل بشغل الهاند ميد والاسمنت كونه اليوم عم نحكي عنه بيقدر يشتغله، ولا هو لازم يكون عنده موهبه خاصه؟ يعني ذكرتي حضرتك انه انا بحب قوالب السيليكون تريحني نوعا ما، بس لا بضل في عندي خيالي الفني اللي متخيلته براسي حابه طبقه على ارض الواقع، هذا الشيء بيتعلمه الانسان طبعا ولا لا؟ لا طبعا، هلا هو اذا عنده موهبه بيقدر يتعلم اي شيء. يعني المهم تكون الموهبه موجوده، لانه اذا الموهبه ما لها موجوده هو بس بده يعملها كعمل مهنه ما بتزبط. تمام، الموهبه او حب او الحب يعني حب الشغله. يعني انا يعني بصراحه انه لما بنشتغل انا وبنت خالي بنشتغل بحب، انه لما بتطلع معنا القطعه يا كنا مبسوطين فيها هيك، وبنقعد بنتغزل فيها. ايه تماما، مالي قلب روحها بيعها كذا. صح ايه، عرفتي علي كيف؟ يعني لدرجه انه يلي بياخذها بقول له تتهنى فيها، بس لازم تتذكرني كل ما تشوفها. يعني انه مثلا اخذ القطعه حتى بالبيت او حتى بالمكتب او اي مكان، بس بقول له بليز لازم تتذكرني وتشوف فيها ضحكتي. تماما. طيب الهاند ميد الاسمنت، شو الاشياء والاستخدامات الثانيه؟ نحن عم نشوف اليوم هلا معنا مثل القصيص، ممكن نعمل فيه زريعه نحطها على جنب، نقدر نسقي، ما ممكن يتلف الاسمنت، شو العوامل الخارجيه اللي ممكن تاثر عليه وتاثر على القطعه الموجوده معنا؟ هلا في مواد انا في مواد بضيفها للاسمنت مشان تكون هي مواد مصلبه مشان تكون تستعمل للاوتدور. اوكي. للاندور ما عندي مشكله فيها، شو ما كانت الخلطه الاسمنتيه العاديه اللي هي عباره عن الجبله اللي بنعرفها نحن تبع الاسمنت مع الرمل. تمام تمام. اما برا مشان العوامل الجويه لازم يكون في مصلبات، يعني مثل اي مهندس مدني لما بتساليه بيقول لك انا مثلا للجنينه بحط مثلا الصبه لازم يكون في مقاسيات مشان ما يشق معي. صحيح. ما تشق معي الرطوبه من المطر، العوامل الجويه تماما ما يشق معي الاسمنت. فانا هاي بلتجئ له بحط المواد المقاسيه فيها. أوكي. تمام. وبالنسبه للاحواض الكبيره ممكن نحط شبك. تمام، يعني تفاصيل كثير حلوه. وحبيت هدول الزريعه طبيعيه؟ اي طبيعي. اوكي، معناتها نحن فيها نسقيها، اذا كبرت نضطر نرجع لعندك تماما نحط حط اكبر. تمام، نشكر كثير ست غاليه على وجودك معنا لليوم، يعطيكي الف عافيه انت وبنت خالك. تسلمي لي حبيبتي، الله يخليك. شكرا لضيافتك ويعطيكي الف عافيه على كل القطع المميزه. يا صباح الخير عن جديد، ويا رب اليوم يكون خير على ستات البيوت اللي متقلين بالنوم يفاقوا هلا. اليوم عملت لكم اكله طيبه لذيذه، كنت عم بقول لستات البيوت اللي كانوا فايقين قبل منكم انه انا اليوم مقرره نستبدل علبه الخياطه اللي هي اساسا كانت علبه بتيفور، عن جد نحط بقلبها بتيفور كثير طيب مثل تبع ايام زمان، اكله ظريفه اقتصاديه وما كثير بتاخذ وقت، وعن جد من اسهل الاكلات اللي ممكن تقدري تقومي تعمليها كلياتنا اكيد مع قهوة الصبح بنشتهي ناكل هيك قطعة بيتي فور طيبة مثل أيام زمان. هلأ بالسوق ما عاد التقت، وإذا التقت وطيبة
سعرها يا لطيف. بقى اليوم رح ساوي لكم اياها وهلا شوفوا نفسها هي سعرها بالسوق ضرب 4-5 اضعاف. اول شيء رح اذكركم شو عملت بالعجينه. هون شايفين هي اللي عندي العجينه صارت معي بهذا الشكل. انا اهم شيء اتاكد انه انا عندي هذا القوام. شايفين رح اقول لكم انا شو حطيت. حطيت اول شيء 3 ارباع قالب زبده مع تلتين كاسة السكر، يعني ما يقارب 125 جرام سكر. حطيت فوق منهم، خليتهم عم بخفقهم هيك منيح لحتى صاروا كريمي. ضفت فوقهم بيضة مع صفار بيضة ورجعت كمان خفقت، رجعت ضفت رشة ملح يعني يا دوب هيك درة بإيدي، مع ظرف بقى فانيليا أو إذا عندك فانيليا سائلة كمان بتطلع أطيب، ومع برشة برتقانة أو برشة ليمونة أنت اللي بتحبي لأنه نحن حطينا بيض. اخر شيء كنت ناخله 250 جرام طحين. 250 جرام يعني بالضبط بالضبط كاسه وثلاث ارباع طحين. صرت قيم وانخل عليهم واشتغل. طبعا انا كان شغلي كلياته على العجانه، يعني يفضل بهي الاكله يكون في عندي عجانه كهرباء. هلا شوفوا هذا هو الشكل اللي انا طلع معي اخر شيء. ان شاء الله يا رب تكون طريقه سهله ولذيذه وظريفه عليكم. هيك هلا انا شو عملت قبل بوقت؟ طبعا هي عندي الصينية تبع الفرن هي كلياتنا، نحن متى ما عندنا فرن معناتها اكيد عندنا من هي. جيبوا ورق زبده، ورق الزبده مو غالي عن جد بالنسبه لفائدته عندنا بالبيت كثير بيساعدنا، مثله مثل اكياس النايلو مثل اي شيء. طبعا انا حاحتاج هدول هلا اخر شيء بالزينه. هلا عندك بوش مثل هذا كثير منيح، ما عندك بوش ممكن بالكيس تجيبيه وتحطيه وتهيك وتقصيه من هون شوي، بس خلي الكيس شوي يكون سميك يعني ما يكون رقيق مشان ما يضايقك. هلا حقيم تفرجوا كيف حساوي. هلا ممكن اعمل انا اي شكل بدي اياه. هلا حاعمل اول شيء دائري بهذا الشكل. شايفين كيف طلعت كيوتة؟ وممكن اعمل وحده ثانيه مطاوله. شايفين كيف؟ حرد ارجع عيد. وكملهم لحالي. شو رايكم يا مشلين ويا نور؟ والله يا شيف وجعتني ايدي. العالم عم تتجمد من البرد. لا لانه الزبده عادي تجمد، لانه هي ليكي هي مثلا شوفي كثير طريه، اما هي ليكي عن جد وجعتني ايدي وانا عم بحطها بالميكروويف. لازم فورا نعملها وعلى السريع نبلش. ايه لانه هي اساسا زبده وجمدت معي قام عذبتني شوي بالبوش، ححطها بالميكروويف يلا واعملهم هيك كم وحده حلوين طيبين وشرب بعض منهم فنجان قهوه انا وياكم، برجع لكم لورجيكم الشكل النهائي لإلهم. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيك الف عافيه. رح نحكي اليوم عن نوع خاص من حب الحياة نور. رح نحكي عن صبية اكتشفت لغة السعادة بعمر صغير، احترفت رأس البالي من عمر 6 سنين واستمرت بها الشغف للوقت يلي عرفت فيه للأسف أنها مصابة بمرض السرطان. تماماً، ولأنه قلبها مليان بالشغف وعشق الحياة اختارت تحارب هذا المرض بطريقة مختلفة وهي الرقص. خلونا نعرف أكثر عن دينا نعمة بهذا التقرير. إنه أنا ما بدي استسلم، لا أنا بدي حارب هذا المرض. بده إرادة كتير قوية، النفسية بتلعب دور كتير. طبعا
تقول: عندما أرقص يمكن أن أمتلك رفاهية نفسي وأن أتناغم مع أدق جزيئات جسدي حتى وأن أصابها تعب أو عجز. هي دينا النعمة، أتقنت الباليه في عمر قليل، وأخذ شغفها بالرقص يكبر يوما بعد يوم، إلى أن علمت بدخول جسدها بحرب مع السرطان. هنا ضعفت قدراتها، لكن قلبها بقي مشتعلا بنوع خاص من حب الحياة. هلا أنا عرفت فيه من سنة ونص تقريبا، ووقتها بلشت بالجرعات، بس لما كشفته طبعا بعد رحلة طويلة، يعني كان في تحاليل وطبقي محوري وبعدين بيت سكان عملية وكذا، وأخذوا خزعلة حتى يعرفوا شو الوضع بالضبط لشخصوا الحالة. كان قايل الدكتور إنه صار له معي شو سنتين ونص ثلاثة، موصل للدرجة بين ثالثة ورابعة، هو الحالة اسمها ليمفوما هوتشكنز. هلا وقت المرض وهيك وفترة العلاج تعبت، وقفت شوي، وقفت فترات، بس ضليت مكملة. يعني هو هذا الشيء اللي خلاني ارجع هيك احس بشغف للحياة. تراجعت شوي بفترة المرض، كان يعني الجسم عم ينهد لانه بسبب الكيماوي، وهلا بسبب الأشعة بعدني انا مكملة بالعلاج. انا وعم باخذ الكيماوي فجأة خطر لي انه ليش ما اجرب شيء جديد؟ فهون كان خياري انه انا بلش بالتانجو. كانت تجربة جديدة تماماً، إنه أنا هذا النوع بالرقص بالذات ما مجربته. هلا هو العلاج هو بيكون أصعب من المرض، لأنه المرض أوكي إنه اكتشفنا بس ما بيعطي هالأعراض. هلا الكيماوي لا، بيصير أعراضه صعبة، يعني أوكي عم نعالج شيء بس بالمقابل في أعراض كتير عم نمرق فيها. إذا ضل بالبيت بيستسلم للتخت، فلا أنا اخترت إنه بدي قاوم، فأنا صرت أقضي أحياناً كل يومي مثلاً برا البيت، روح اتدرب، اشتغل، اعمل اي شيء، بس انه انا ما استسلم. اوكي الجسم يتعب، بس هي عن جد بصير الواحد هيك انه مثل كانه عم يواجه المرض، بيواجهه كانه شخص. ولانها لا ترغب بانصاف الحلول، اختارت الرقص سلاحا، وكما اعتادت في رقصات الباليه على رفع قدميها عن الارض والتلويح بيديها للسماء محاوله الطيران، عاهدت نفسها على الاستمرار بالعلو والترفع عن الياس، فغازلت الحياة مجدداً لترسم برقصاتها قصة إلهام ومصدر قوة لكل من يمر بنفس تجربتها. كنت أضحك على طول، مثلاً الواحد بيكون إذا بده يسبح مثلاً بيقول لك إنه خلاص بدي انتحر بدي موت، بس إذا لقى حاله إنه عم يغرق بصير بده يطلع. فعطول هيك بشبه بهي القصة، إنه أي وقت حسيت إنه ممكن تضيع مني فرصة إنه أنا أعيش، لا أنا بدي إياها، وبدي إياها بكل لحظة. ما عاد ربطت سعادتي بالشي إنه يلا بس أوصل لهذا الهدف أو هذا الحلم وقتها بكون مبسوطة، لا، صرت شوف انه هي كل لحظة هي هدية. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية التجميلية، إلى جانب الهدف الأساسي اللي بني عليه طب أو علم التجميل، إلا أنه أصله بيرجع لآلاف السنين. البعض بيجري لسبب ترميمي أو علاجي، والبعض الآخر بيتبعه كأسلوب تجميل. تماماً نور، وبالفترة الماضية يعني تقريباً حوالي 20 سنة بلش الاهتمام نشوفه زيادة بالعمليات التجميلية، ومن بين هالعمليات عملية شد الوجه. لنعرف تفاصيل أكثر عنها وشو هي النصائح اللي ممكن يقدم لنا إياها الطبيب المختص، ويا ترى
بأي عمر صح أنه نعمل هذا الشيء؟ رح يكون معنا الدكتور إسماعيل جمال علي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. صباح الخير يعني عن التجميل، عن الجمال يلي هو بيشد أغلب الستات والصبايا بأي إجراء جديد. دائما بنحب نعرف السلبيات والإيجابيات، ولكن بالبداية خلينا نحكي عن شد الوجه بشكل عام. مع تقدم العمر أو مع ظروف كل سيدة أو صبية بتتعرض بشرتها وعضلات وجهها والجلد تبعها للترهل، صح؟ فبتضطر الصبية أول فترة لتزيل هالعيوب اللي صارت بوشها عن طريق إجراءات تجميلية وقائية، مثلا شوية كريمات وشوية كمادات وشوية لعب على المكياج. كانت بالعشرينات تماما، بعد مرحلة معينة ما عاد بقدر. بعدين بصير قدام أمر الواقع قدامها إنه هي يا إما تبقى على حالة وعم تظهر عليها علامات تقدم العمر، أو تضطر لتعمل إجراء معين لإخفاء التجاعيد. طبعا تجاعيد الوجه هي أكثر من مستوى، في عندك تجاعيد الجبهة لحال، في عندك تجاعيد حول العين لحال، طبعا تجاعيد حول العين لحالها، في عندك تجاعيد الوجه، تجاعيد اللي نحن بنعتبرها هون زاويه الفك، وفي عندنا اللغلوغ او الرقبه. هن الاربع مستويات. العالم بتفكر انه دكتور جاي يشد وجهي انا، يعني انا بيكمش لي الدكتور وبرجع تماما الدكتور انا جاي يشد وجهي، بالاخير مستنتج لا انه شد الوجه تبعه مو هو الحل تبعه، لانه بتكون عم تحكي عن الجبهه او بتكون عم تحكي عن اللغلوغ او بتكون عم تحكي عن العين. فكل مريضه بصحتها او كل صبيه هي حاله بحد ذاتها بتحكي عن حالها. تمام. طيب دكتور، يعني مثل ما ذكرت حضرتك انه بالبدايه بلشوا بكريمات وقشور البطاطا والخيار، هذا كان زمان. كان زمان. هلا 20 سنه يلا فوتوكس فيلر اي شيء، يعني انه على السريع جيل السرعه. صحيح، وبدنا كل شيء على السريع. اليوم الصوره الكاميرا، اليوم عندك بتليفوناتك ثلاث كاميرات، الكاميرا عم تبين لك كل عيوبك بالكامل، اذا عندك تجاعيده صغيره، تجاعيده عين، تجاعيده انف، تجاعيده جبهه، شويه زاويه فك ما بين عينك بتظهر بالصوره. فالصوره اليوم هي الاهم بحياتنا بوجود تقنيه عاليه للتصوير. صحيح، وخاصة هلا وجود الفلاتر خلتنا ما عاد نحب شكلنا الحقيقي، يعني كثر ما كثير اوفر نضارة. صحيح. فما عاد نحب الشغلات يلي هي الخيوط او الخطوط يلي كانت تعبر عن اللطافة بالوجه. طيب خلينا نرجع ل هلا فكرة مهمة كثير، انه الفلتر غير التجميل الحقيقي، الفلتر عم يعطيك صورة غير حقيقية لوجهك. دائما الفلتر بيعطيك لمعان لوجهك غير موجود بالحقيقة. فالتجميل الحقيقي بصراحة اجمل بكثير من الفلتر. اوكي تماما دكتور، يعني وفكره انه ما فينا نروح عند دكتور نقول له اعمل لي مثل الفلتر، يعني هذا شيء غير منطقي وغير طبيعي. طيب عم نسمع كثير دكتور عن شد الوجه بالخيوط، هل هو بيختلف؟ او اكيد بيختلف، ولكن بشو بيختلف عن شد الوجه التقليدي اللي كنا نعرفه؟ طبعا في شد وجه جراحي وشد وجه بالخيوط. شد الوجه بالخيوط هو اجراء كثير حديث طبيا، اجراء جديد حديثا، يعني ما انه كثير قديم نحكي فيه. الانواع اللي عم نشتغل فيها الخيطان هي اما الانواع المحرشفه او الانواع الذهبيه. اوكي. العمر الزمني للخيطان المحرشفه بحسب الشركه المصنعه هي سنتين، وللخيطان الذهبيه حوالي سنه. على الواقع وعلى المنطق الطبي وعلى المهنه والممارسه السريريه ما عم تقعد الخيوط اكثر من 7 شهور ل9 شهور بافضل حالاتها. اوكي. مو كل الصبايا هن الاستطباب للخيطان، لازم يكون في عنا مبررات قوية لنعمل خيط، مثلا ترهل صغير كثير، ترهل البشرة، ترهل صغير ما بيؤدي لتراكم الجلد والعضلات في منطقة في زاوية معينة، لأنه بده ينقلب من شد الوجه لتراكم جلد أو عضلات في منطقة ثانية. فبنترك لكل الصبية إنه نشوفها أفضل بكثير لنشرح لها شو الإجراء الطبي الصحيح لها. تماما. صبية ممكن بعمر معين في مثل ما قال الدكتور يكون في عندها شد جراحي بالخيوط، ممكن بعمر معين لا هي ما بيمشي. صحيح. الحال مع الخيوط. صحيح. نحن بحاجه شد جراحي. صحيح. هل ممكن تجي لعندك الست وتقول انه انا دكتور بحاجه شد جراحي تقلها لكامل الوجه، مثل ما قلت لنا جبهه عيون، ممكن عند الابتسامه وممكن اللغلوغ؟ طبعا اكيد اكيد، لانه المريض اليوم لازم نشرح له المريض هو شو بده اساسا. المريض مثل ما قلت لك بيجي اول شيء مفكر مثلا انه شد الوجه بيروح خطوط الجبهه، مشان ما نتعرض لعمل جراحي وتخدير وشد وخيوط هدول القصص. لا، بنقول الخيوط هي يعني استطباب امن نوعا ما، يعني خيط ممكن مع بعد فتره من الزمن انه يدوب هذا الخيط وممكن ارجع اعيد هذا. مثل ما قلت لك يعني اذا صبيه صغيره بالعمر ما عندها كثير ترهلات، ما عندها كثير تجاعيد، ما عندها بشرتها مجدوده وعضلاتها مجدوده، ممكن الخيط تبعها وعندها مناسبه مثلا خلال شهر او شهرين نحط لها خيط، بعد 3-4 شهور بيرخي الخيط وبترجع الوضع مثل ما كان. الخيط بيدوب ولا بيضل؟ لا بيدوب الخيط، لانه نحن بنشوف بعض الصبايا اللي بيقوموا بهذا الاجراء انه ممكن بعد مثل ما قال الدكتور 4 شهور ل5 شهور
الخيط ما بقى بيروق، ما بقى بيكون موجود او هي الشده او هي الرفعه خلص صار عليه. الحيطان المحرشفه بتدوب، الحيطان الذهبيه ما بتدوب، الحيطان الذهبيه بترخي، فبنضطر بعد كل فتره انه نرجع نقص من الخيط الذهبي ونقص منه نرجع نشد من اول جديد. نقدر نوصل له؟ طبعا موجود. تمام. طب يمكن اللي عم يشوفونا وما كثير بيهتموا بهي المواضيع او ما عندهم معلومات عن هي المواضيع عم يستغربوا انه شو خيط وشو عم بتشدوا وشو بيرخي بنرجع بنربطه، انه هذا وش. خلينا نحكي شوي عن يعني كيفيه اشراء الخيوط. مثلا ابسط شغله اللي هي زاويه العين، بيكون شق صغير تماما عند خط الشعر، بنفوت فيه عبر اداه جراحيه معينه، بنوصل بالخيط، طبعا الخيط بيكون مربوط بهالاداه، بنوصل فيه عند زاويه العين، بنعلق مره ثانيه الخيط عند زاويه العين، بنرجع بنفتل فيه مثل عم خيط الملحفه. بس بشو بنعلقه؟ بالعضلات. بسمحاق، بسمحاق العظم على العظم نفسه، مثل الملحفه كيف بنخيطها، بنعلق من هون بنرجع بنسحب الخيط مره ثانيه، بنشد الخيطين على بعضهم، يعني اجراء طبي كثير سهل. بتحكوا لها للي جاي المريضه اللي جايه تعملها بعد ما تحكوا لها ما بتحمل حالها وبتمشي وبتضلها مصره انه هي تعملها؟ ثقافه التجميل اليوم موجوده بصراحه، يعني في صبايا بتعرف اكثر من الطبيب، بتقول لي لا دكتور انه انا ما بدي خيطان ذهبي، خيطان ذهبي بتقعد اربع شهور بتروح وغالي علي، حط لي خيطان محرشفه. في ثقافه كثير اليوم موجوده. هذا بصير عن طريق تخدير موضعي؟ ممكن تخدير موضعي، ممكن تخدير عام. طيب دكتور انت كطبيب مختص بهذا الموضوع واكيد في اجراءات كثير عم بتتم عن طريقك بهذا الخصوص، شو بتنصح اكثر الست او الصبيه؟ انه الشق الجراحي او الخيوط ولا لا مثل ما بتقول انت كل حاله الى كل حاله؟ والله بصراحه كل حاله هي الافضل. يعني انت ما بتنصح حدا انه انا دكتور شو بتنصحني؟ اكيد دائما الصبيه بتقول لك انه دكتور شو بتنصحني اعمل أكيد. خيوط ولا جراحه؟ اكيد نحن بننصح الصبيه، يعني كثير صبايا بتجي لعنا اليوم ناوي تعمل خيوط، بنرجع بنفاجئها انه لا بمشي حال خيوط لانه هي الخيوط رح تعمل لك مشكله فيما بعد. يعني ما هيكون المنظر الجمالي عم تطمحي له. شو ممكن المشكله اللي تصير فيما بعد؟ يعني ممكن طموحها مثلا انه هي خلص تعمل شد الخيطان بتروح مع 10 سنوات، عرفت؟ هي وحده بيناتهم، ثاني وحده هي بتنسى انه الترهل اللي زاد. يعني مثلا نحن شديتي المنطقه كلها لهون، شديتي مع العضلات الخيط. فصار في عندك تجميع للجلد والعضلات هون، هالجلد والعضلات رح يصير عندك طابي هون وطابي هون، كمان منظر ما انه حلو. فكثير صبايا جت لعنا لتعمل اول شيء شد وجه بالخيوط، بعدين لا غيرت رايها لشد الوجه الجراحي. طيب هل شد الوجه الجراحي هو دائم؟ يعني نحن عم نقول انه شد الوجه بالخيوط ممكن بعد سنتين ماكسيموم، وغالبا ما عم بيضل كل هذا الوقت وترجع بدها تعمل الاجراء من اول وجديد. شد الوجه الجراحي قديش بيضل الوجه مثل ما هو هيك برونقه وبشبابه؟ ما انا كفالي الديمومه. الديمومه دكتور يعني تقريبا بين 5 سنين و12 سنه، حسب درجه الترهل والوراثه عند المريضه نفسها. الندبات اللي ممكن تصير كيف ممكن تحصل؟ هل بتكون ظاهره؟ لا هي مخفيه كمان. اي ست بيهمها هذا الموضوع. ندبات شد الوجه الجراحي ما تبين ابدا، لانه عباره شقوقنا كلها بالمناطق الثلمات التشريحيه الطبيعيه عند الانسان، امام الاذن وخلف الاذن عند خط الشعر، فما بتبين ابدا عن جد بعد فتره. هون ما في شق جراحي هون، لانه الشد عم يكون من عند خط الشعر من خلف وشد العضله. ابدا ما في شق ابدا ولا نسبه الوجه. حلو. يعني متى ما نزلت العمليه كثير حلوه. متى ما نزلتي شعرك خلص بين ولا حدا بيعرف كل شيء. صح الكلام. دكتور نشكر كثير على وجودك معنا لليوم على هي المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى الصحه والسلامه والجمال لكل سيداتنا اللي عم يحضرونا. شكرا لكم. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك معنا لليوم. لكل حدا ذوقه الخاص، فمثلا لمشاهدة الأفلام في أذواق أكيد. وفي ناس بتحب مشاهدة أفلام حزينة تراجيدية ممكن رعب، وما فيك تحضر هاي الأفلام بدون علبة محارم أكيد لحتى تمسح دموعك منيح من كتر البكي، وخاصة بهي النوع من الأفلام. تماما نور، حتى أنه الناس ممكن يدفعوا مصاري لحتى يشوفوا أشخاص تانيين عم بيعانوا. يعني ممكن أخذك معي؟ انا لا ما خرج، ما بحب اختي المأساة ولا البكي من مأساة. طبعا بيكونوا في اشخاص عم يعانوا من مأساة على الشاشه، فنحن هيك في ناس بتحب انه بدفع مصاري مقابل احضر هيك فيلم. يعني الموضوع اكثر من مجرد استسلام لروايه فيلم حزينه قدام التلفزيون، وممكن يوصل للرغبه المباشره بالبحث عن افلام حزينه بتثير المشاعر السلبيه. فشو السبب يلي بخلينا نحب مشاهده الافلام الحزينه رغم أحداثها المأساوية؟ رح نعرف الجواب مع آية دمشقي.
كانت مؤسفة كان موضوع بحث علماء النفس والأعصاب يلي توصلوا إن الكثير من التغييرات بتصير بأدمغتنا لما منشاهد أي أفلام حزينة أو عاطفية أو مأساوية، والمدهش إن نشاط الدماغ خلال مشاهدة هالنوع من الأفلام يعزز مشاعر السعادة والتعاطف والتقارب بالعلاقات، بل وحتى الشعور بالانتماء للمجتمع. جاك! 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 أجن بوقي جاك! الأفلام الحزينة بتسمح لنا بمواجهة المشكلات الحقيقية من خلال تجربة الواقع من مسافة آمنة على الشاشة، وبالتالي بتعزز استراتيجيات المواجهة والنجاة يلي بتتبعها الشخصيات بالفيلم التراجيدي، قوتك الشخصية وأسلوبك بالتعامل مع الأمور. أدمغتنا قادرة على معالجة الحبكة الأساسية وقصة الفيلم بطرق مماثلة لتعاملنا مع مشكلات حياتنا الواقعية. النساء دائماً بيكونوا أكثر عرضة من الرجل للاستجابة للمحفزات العاطفية السلبية بالأفلام، مثل مشاعر البطل بالحسرة واليأس أو مواجهته للموت أو موت أحد أحبته. I don't want to ask you for any favors, but if you have the time, and from what I saw you have plenty, please fix this for me. It's a eulogy for Hazel. لما نتعاطف مع أشخاص آخرين، دماغنا يطلق الأوكسيتوسين يلي بيدفعنا للاهتمام فيهم، وبالتالي نكون أكثر قدرة على التواصل مع الأشخاص الحقيقيين حوالينا. 10 minutes and I sat with her before I got caught. Her eyes were closed, her skin pale. But her hands were still her hands, still warm, and her nails were painted this dark blue-black color, and I just held them, and I willed myself to imagine a world without us, and what a worthless world that would be. نسبة عالية من الرجال والنساء بيشعروا بتحسن نتيجة حصولهم على فوائد البكاء بعد مشهد حزين. الأمر لا يتعلق فقط بالتنفيس عن المشاعر، فالأبحاث وجدت إنه لما يشاهد الأشخاص مشاهد عاطفية مع الآخرين فأدمغتهم تدق بشكل جماعي. هالتناقض بين المأساة والمتعة حير العلماء لفترة طويلة، لهيك رح تستمر الأبحاث والدراسات المستقبلية بتسليط الضوء على هالظاهرة الغامضة لتساعد بفهمنا للمشاعر والسلوك البشري. Will he find us? No, he will never find us. أبرازنا وحظوظنا وشو مخبيلنا الفلك لليوم نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباحك خير. صباح الخيرات نجلة. صدقات عم ضحكي ليش؟ لا لأنه مش غلي زدعي. خفت تقدمني مشلين لأنه مشليكي قاعد تقول نجلاء نجلاء فخفت تقدمني تقول صباح الخير نجلاء فضائح تحت الهواء فضائح. قلت كونها حلبية يعني فإنه صباح الخير لأهل حلب. أكيد يسعد صباحكم، ضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة. مبسوطين ومرتاحين. اليوم 22 كانون الثاني، يعني بداية شهر جديد هلا رح يجينا، بتمنى سعيد للجميع. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال عطارد يتراجع، كوكب السفر الأوراق المستردات يتراجع في برج الدلو، يعني كل شيء له علاقة بالكهرباء بالإنترنت بالأعطال الكهربائية، وملاحظين أعطال الإنترنت يعني صارت في أكثر من دولة خلال هاليومين الماضيين. أنا ضحكت على إنه قد ما نضل نقول إنه عطارد لازم يعطي تنبيهات على الانترنت، كل ما له علاقة بالهواء عموما اللي بيسري عبر الهواء، لذلك أنا بحذر دائما من أعطال كهربائية، إضافة إلى وجود زهرة متراجعة أيضا في برج الجدي. هل هذا بيخلي الأعطال بيتية منزلية إضافة إلى كهربائية؟ ففعليا لازم ننتبه، لسه الحكاية مطولة لأربعة
شباط رح يضل هذا التراجع عموماً. إضافة إلى وجود المريخ في برج القوس بقي له يومين ثلاثة بيدخل على برج الجدي. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم عم بيراوح بين الانشغالات بين السفر. أنت من الأشخاص المسؤولين اللي ما بتترك الأمور تمشي من بين إيديك، يعني غيرك يقوم بمهامك عنك مثلاً. هاي الأيام للعمل كتير، والحقيقة أنا ما كتير بهمني العمل كتير لمولود برج الحمل. الحمل دائماً شغيل ما بيعرف يقعد، ومو من هدول الأشخاص اللي قاعدين مسترخين يعني على كل الأحوال. بس اليوم بدي نبهك صحياً، فانتبه شوي على أمورك الصحية العابرة. وعلى كل ما بقى هلأ الشهرين القادمين كلها لازم تنتبه صحياً، لذلك إذا في شيء قالك خذ مني نصيحة، استشير مختص. عزيزنا مولود برج الثور اليوم عنده 100,000 قصة إيجابية ممكن تكون، سواء أخبار سعيدة سواء في شيء هيك عم بيشعرك بالأمان والاستقرار. عندك أمل، عندك تأثير إيجابي بمحيطك، تمتلك طاقة وفعالية تتخطى الحواجز بكلماتك اللطيفة وصوتك اليوم مسموع. عندك يومين ثلاثة فيهم مصارحة، نقاش، حل لبعض القضايا أو بعض الحلول لأزمات ممكن تكون مضايقتك. يعني لسه الآن مولود برج الجوزاء من مبارح أولت مبارح لليوم في قلق، سواء على قصة أوتوماتيكية أو على صحة أحد أفراد العائلة أو حتى على قصة عائلية. والحقيقة اليوم عم بيلوم حاله الجوزاء بطريقة ما، أنه هاي القصة أنا ما كان لازم أعملها، هاي القصة أنا ما كان ما عم تحسين تيه، ما عم تلومي حالك أبداً على شيء قصة. لا لا الحمد لله كله بتعمله مش دين بيرفكت يعني الحقيقة. لا أنا بس ما بتلوم حالة ولا على شيء مبدئياً. شو ما قالت نجلة بدرج بطلع لي أنا بعمل هيك. عنده نوع من أنواع المضايقات، ما في شيء محرز. على كل المساء أصلاً رح يكون القمر دخل على برج الميزان بعد الظهر، رح يحسن لك الكثير من الأمور. مولود برج السرطان سيبدأ هذا اليوم بالتفاهم مع محيطك، غالباً في شغلة عم تشغل بالك ممكن تلاقي لها حلول مولود برج السرطان، أو مهمة تنفذها، أو مرتاح لبعض التطورات الموجودة تثبت أهليتك، تثبت مواقعك، تميل إلى النقاش لوضع وجهة نظرك موضع تطبيق على كل الأحوال، وتنطلق بدعم من الكواكب. برج الأسد الحياة عم بيناقش بعض الأمور المالية، وأموره المالية لا تعتبر كثير الأفضل مولود برج الأسد، بده شوية رواق، خاصة أنه عطارد في برج الدلو، يعني دفع 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 دفع، ويتراجع في برج الدلو، يعني دفع 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 دبل يعني. فقصدي فعلياً لازم ننتبه على أمورنا المالية، وخاصة أنه أنا أصلاً أنصحك أن تدخر قدر المستطاع. مولود برج العذراء اليوم القمر ببرجك مما عم بيخلي عندك تجمعات عائلية، بهجة أو سرور أو نوع من أنواع التفاهم أو محبة أو استرجاع واستعادة علاقات، أو أنت مصدر الاهتمام على الصعيد الاجتماعي، قد تفكر بسفر مولود العذراء أو لقاء مهم ممكن يعمل لك نوع من أنواع التغييرات. مولود برج الميزان يوم للنميمة بامتياز، وز 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 وز، هيك صار، هيك حكى، هيك قالت، هيك عملت، هيك سوت. يعني اليوم فعلياً اجتنب كل ما يسيء لك، كأنك فاقد للطاقة. هو الصراحة الميزان اليوم نفسه ينام 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 ينام، يعني إذا قدرت لا تقول لا أبداً، بس في حواليك كأنه بعض الكذابين، فهي قصة أكثر شيء ممكن تكون مضايقته للميزان. يوم اجتماعي بامتياز لمولود العقرب، يوم عنده قصة اجتماعية ممكن تكون مصدر سعادة، والعمل الحقيقة يتراجع. هو أصلاً اليوم ما في شغل بسوريا، بس إذا عندكم شغل فالعمل يتراجع لصالح علاقاتك الاجتماعية. أنت نفسك تعمل كذا، بس اليوم ممكن تلتهب زيارة، بسفرة، بإنترنت، بنوع من أنواع التسالي، لمة شمل، تجمع مرح، اتصال ياخدك إلى عوالم بعيدة. مهم أنه العقرب مشغول اجتماعياً ومانه كتير له خلق للعمل. على كل الأمور الاجتماعية الأفضل. القوس مانا كتير مرتاح من مبارح، أمورك ليست الأفضل. الحقيقة أنت متمرد هذه الأيام مولود برج القوس، وتود أن يمشي الكون على مزاجك. هلا اكيد الكون ما رح يمشي على مزاج حدا، اذا بدك فابتعد عن احباط نفسك،
لأنه غالباً تتأثر بأمور صغيرة، غالباً ممكن يكون في أخطاء غير مقصودة، غالباً لازمك مولود برج القوس شوية صبر. مولود برج الجدي يوم للحظوظ المساعدة، الباب مفتوح على مصراعيه لحلول، يعني في بعض الحلول، كأنه اليوم استجابة لأفكارك، كأنه في دعم من الكواكب، كأنه يعني الأمور بلشت تتحسن، تأخذ مسار أكثر إيجابية. أنت نشيط متفهم مولود برج الجدي، تسمع كثيراً وتتحدث قليلاً، وعلى كل حتى لو تحدثت فأنت تقنع من حولك، تمنح توجهات وأوامر، عملوا هيك، سووا هيك، يعني هيك اليوم مولود برج الجدي. اليوم مساعدات من المحيط لمولود برج الدلو، أحد الأيام الأفضل لأنه فترة جيدة، قرارات حسنة، أنت تحب نفسك وتحب من حولك مولود الدلو، الظروف مواتية للطلب للقبول. إذا كنت ترفض التنازل فلا ترفض المصالحات، أو لا ترفض سماع وجهة النظر الأخرى. على كل الأحوال قرب من عائلتك وبادر تجاههم، عندك يومين ثلاثة بياخذوا العقل، استفيد منهم، لأنه لا يعتبر الشهر كشهر جيد جدا، يعني وسط. فوقت بيجيك يومين ثلاثة مثل هاليومين ثلاثة الجايين، حاول تعمل شيء قصة حلوة نبارك لك فيها أو تفرح قلبك على الأقل. مولود الحوت لست في الحالات الأفضل، حاول تكون أكثر واقعية أو تفاهم مع المحيط، لا تستعجل ولا تتحسس من أمور صغيرة، خاصة أنه هاي الأيام في شيء بينك وبين العائلة، الأهل، أحد الأولاد، كلمة مني كلمة منك ممكن يخلق شجار، فخفف حساسية أولاً، وإذا في شيء تأجل ما تتضايق، اللي ما بيصير اليوم بيصير بكرة. والله سنة جيدة بتمناها لمولود اليوم، مولود 22 كانون الثاني، الشخص اللي ما بيعرف الحياد بمواقفه إطلاقاً، هو رمز الصدق حتى بعدائيته، إذا عاداك فهو صادق، ما بيعرف يلف ويدور، شخص يعني صادق بانفعالاته وصادق بقرار منه، أنه أنا بدي أكون صادق وما بدي كذب، يعني مو القصة بس أنه طبعه، حياته الاجتماعية بحب دائما تكون غنية لافتة، يشارك بالاحتفالات مضياف بطريقة مميزة، محب للأشياء الثمينة والنادرة، محب للذكاء، دائما عقلك بيلاقي عقله أو عقله، بحب القراءة، مطالعة المستجدات، الوقوف على الأحداث، يعني الأمور دائما بالنسبة له، هو حدا لطيف ولبق ودبلوماسي، بس يكره الانتقاد، لا تنتقدوا إطلاقا. لكل مواليد برج الدلو شديدي الحساسية عكس ما بيبين عليهم أنه أوايا على أساس. سنة كتير مهمة بالذات بالأمور العملية، لأ أنا برأيي التغييرات هي شخصية هذا العام وليست فقط عملية، بس بكل الأحوال الأمور ماشية باتجاه الأفضل. طبعاً ما بلشت سنتكن، كل مواليد برج الدلو بتكون لسه تقريباً لقدار لتبلش السنة تعطيكن هيك ثمار ممكن بارك لكم فيها، والأمور تعتبر جيدة هذا العام. يسعد أوقاتكن. سوسان عم تسألني، يسعد أوقاتك يا سوسان وتضلي بخير. سوسان سنة حظك عموماً يا روحي، عندك أحد الأعوام الأفضل بالنسبة لإلك، ممكن يكون في شيء مهم وإيجابي بالنسبة لإلك ونوع من أنواع التغييرات المفرحة. هلأ أنا بقول السنة لسه ما بلشت بالنسبة لإلك، فلا كتير تقلعي تقولي دخيلك شو عم بتقول، هاي ما في شيء ظابط، صح ما في شيء ظابط، والله بدك لسه تقريباً للثالث لتزبط أمورك، بس كسنة تعتبر أحد الأعوام الأفضل لأنه فيها تغييرات، يعني أنا بنبسط لما بتكون في تغييرات بهذا العام. أنا حلا برجي حوت، كمان ما بلشت السنة بالنسبة لك يا حلا، مع أنه أنا بقول سنة ارتباط بامتياز خاصة فترات الصيف. هلأ من عيد ميلادك خلينا نقول تقريباً للثامن في شيء بده يتغير عندك على المستوى الشخصي إذا أراد رب العالمين، هي كسنة تعتبر سنة جيدة جداً جداً. حسام علي عمران، يسعد أوقاتك يا حسام. حسام سنة مهمة بالنسبة لك وفيها تغييرات، بس مو هذا الشهر أبداً ومو هاليومين، لأنه هاليومين ما تركت حدا ما تخانقت أنت وياه. هلأ هي كسنة فيها إيجابيات لأنه فيها تغيير، تغيير حتتذكره أنت، حتقول هاي السنة 22 عملت كذا،
تجوزت، سافرت، اشتغلت، دخلت شغل جديد، يعني في شيء من هذا القبيل يا حسام، فالله يقدم لك فيه الخير. إبراهيم بشار ديوب أولاً عم بيقول لي شو برجي؟ 14 هو الميزان، إن شاء الله ما يكون 10-4 لأنه رح يكون الحمل. بكل الأحوال السنة لسه ما بلشت بالنسبة لك يا إبراهيم، وسنة جيدة جداً بس بدها بين الثالث والثامن، هون في شيء بده يتغير بحياتك باتجاه الأفضل إذا أراد رب العالمين. جازية كان بدي يوم وشهر وسنة واسم على 18-45، جازية عبد القادر مكانسي. سنة جيدة جدا يا عبد القادر، وما عرفتك وانت عم تسألني عاطفيا لأنه انت دائما لا تخلو عاطفيا ودائما أمورك العاطفية تعتبر جيدة، يعني بتدبر حالك عاطفيا، لسانك حلو وجذاب ومحبوب، وين ما تواجدت الناس بتحبك وهي قصة جيدة، وانت حدا مخلص وصادق، يعني قل مثيلك في مثل هذا الزمان يا عبد القادر. على كل الحبيبي سنة جيدة جدا بس بدك لسه للربيع، طول ما انت شاعل الصوبيا ما عندك عواطف، بس تطفي الصوبيا بيمشي حال امورك العاطفية. حاتم 72 عم بيسألني مع مروة. حاتم عم تمزح اذا عم تسألني لانه انت بالعلاقة الافضل روحي، يعني انت بتعرف انه بالعلاقة الافضل، بعدين بتحبها حاتم شو ما انعملت انت بتغفر لها، هلا بتشوفها شوي نكدية شوي قوية، أحيانا بتتدخل فيما لا يعنيها، هي قصة بتضايقك، بتغار أكثر مما يجب، بس حاتم بلشت كلامي لألك بأنه أنت من الأشخاص اللي شو ما عملت هي بتغفر لها، ما عندك مشاكل وعلاقتكم جيدة، طبعاً والسنة مهمة على فكرة لتغييرات بس تتكون بعد الثالث. وضاح ابن لورا مولوده 92 عم بيسألني مع سماح، إحدى العلاقات الجيدة يا وضاح والعلاقات الدائمة، بس السنة يعني ما رح اجي لكم اثنيناتكم هي سنة حظوظ مطلقة، بس سنة حظ يعني، بس بدك تعملوا بقى توازن مالي عائلي، الضبط باموركم، تغيروا طريقة حياتكم، انتم معطائين اكثر مما يجب وبيتكم مفتوح للضيافة والاستقبالات اكثر مما يجب، واثنيناتكم تحبون العزلة، لذلك قصدي عم بتكونوا على غير طبيعتكم، فهاي القصص إذا خففتوها بتكون أموركم أفضل بكتير. بتول معرفتك وانت عم تقولي لي الأهم دراسياً، حسيتك كأنك انت حدا يعني روحي ما بيقوم الدراسة وانت حدا بيدرس أقل كائن في الكرة الأرضية، يعني دوبك تقري لك قراءة وتقولي انت إنه أنا خلصت دراسة، وطبعاً انت ذكية أنا ما فيني إنكر، يعني انت تكفيكي القراءة أو شوية هيك حل بيمشي حالك، بس روحي الأمور دائماً بدها جهد أكتر لنكون نحن أفضل، أنت حدا طموح وأتمنى توصلي للطموح اللي أنت بدك إياه، بس بدون بذل جهود دراسية ما حدا بنجح بالحظ يا ماما والله. اسمي زكية، يسعد أوقاتك يا زكية. زكية أحد الأعوام الأفضل يا روحي، سنة جيدة جدا 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 وغالبا فيها تغييرات مفيدة وممكن تكون إيجابية، هلا كل السنة جيدة، أنت مشكلتك سنة التغيير عالمي، يعني سنة التغييرات وبامتياز إذا بدك. غزل مواليدك مو ظابطة، وآية مواليدك مو ظابطة، ومعاذ مواليدك ظابطة، يسعد أوقاتك يا معاذ، أمورك جيدة جدا يا حبيبي، والسنة كتير مهمة، بس روحي أنت باعتبار أنت بدك صفاتك، أنا ما حبيت أتحركشك معاذ. أنت تملك شحنة تسلط وشحنة من إحساس إنه أنا فهيم الأمة العربية أكثر مما يجب، روحي بعدك صغير وبعدك تحتاج كثير من التجارب لنقول انه نحن فعلا، يعني حتى لو صار عندك لسه الاف التجارب رح تضلك بحاجه لغيرك. خذ مني نصيحه معاذ، كونك انت عم تسالني عن صفاتك، استشر ثم استشر ثم استشر. سنه بتاخذ العقل بالذات للعمل والمال. حسام ابن فاتن مولده 87 عم بيسالني مع ريم. حسام شو اللي خلاك تنفصل عن هاي الصبية؟ حسام احدى العلاقات الافضل روحي، انه هل يتم رجعه؟ انا متاكده تعمل لها هيك ترجع، ما بقصد الاهانه بس بقصد انه على كتر ما العلاقه جيده فانا ما بتمنى روحي انه تتركوا بعض ابدا، وهي السنه سنه اصلا جميله للرجعه خاصه هلا الشهر القادم. رجع حسام رجع، ما دائما بيجينا علاقه فيها 95% من التوافق، بس هي عنيدة وانت ما عم تنتبه لشدة حساسيتها،
هي حساسة كتير من جوا وبتبين إنه بتعاند وساخرة اللسان. أنا آسفة طبعاً. أنت كمان عندك هذا الطبع يعني مشان ما تفتكر إنه بس عم بحكي عنا، وأنت كمان عندك هذا الطبع بس طبعاً بطريقة شوي أكثر دبلوماسية. رحي رجعوا حسيتك صفنتي نجلة إنه أنا عم شوف المواليد صح ولا غلط، إنه كتير العلاقة جيدة، فإنه استغربت إنه واصلين للانفصال، إنه ممكن يصير رجعة. عنده نوايا، هو في عنده نوايا إيجابية إن شاء الله. الله يوفقهم يا رب العالمين. شكرا كتير لإلك يا نجلة، يسعد أوقاتكم يا حبيبتي. يسعد صباحك نجلة، وشكرا كتير لإلك. وهلأ صار الوقت نروح لعند الشيف لنشوف شو عم تعمل وشو عم تاكل مبدئيا. يا صباح الخير عن جديد. انا دائما بقول لكم بخاف وقت مشلين بتكون هون، دائما بتلقطني من بعيد عم اكل عم اشرب شو عم ساوي. بتحكي لكم بصراحه مقدر تقاوم منظر البيتي فور، عن جد بجنن وكثير طيب. انا بتمنى كان بس لو اني نطرت عليه شوي بالصينيه بس لحتى يبرد، يعني انتم ستات البيوت استنوا عليه شوي وهيك صار عندي الشكل النهائي له. ممكن نضيف عليه اضافه كثير خفيفه اللي هي شوي من سكر البودره، بتعطي شكل كمان كتير حلو. وانتم مثل ما شايفين انا حطيتهم بالورق تبع الزبدة عن جد، واحلى ضيافة مع احلى فنجان قهوة مع نور ومشلين. شو رأيكم؟ سلم ايديك يا شيخ. يلا جاي عليك القهوة، جاي حجيبها واجي لعندكم. يعطيك الف عافية شيف، شكرا لك. شكرا كثير لك يا شيف، والشكر الاكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية لنا. ان شاء الله حلقتنا لليوم تكون نالت اعجابكم، وبيتجدد موعدنا معكم بكره. تبقوا بالف خير. تبقوا بالف خير، باي باي.